السلام عليكم متتبعي قناة حسام الأمل المتنوعة، كديري لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكون على خير وبخير والأحوال طيبة. من ناحية الفيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون هويا طريقة ديال هاد الهدوء. كما شفتوا أنا خدمت هاد المرمى بالألوان، سبعة الألوان باش خدمتها. ودابا غادي نوريكم طريقة ديال الهدوء. الا بغيتو الرشمه غنحاول، لانني انا درتها غير رسم عشوائي، ما كاينش واحد الرشمه محدده. يعني بصراحه يعني صعيب باش تحدد واحد العدد معين، كتحاول تمشي بطريقه عشوائيه. هنا درت هاد الهدوء بهادو، ها هما نوريكم الطريقه كيفاش درتهم. انا درت هاد الجهه هادي وغادي ندير طريقه اخرى. هنا الطريقه لتحت هنا في الفي الطريقه كيف ما كنت دايره معكم شحال هذه، يعني ديك الغرزه اللي كنديرو هنا في ديال الراندا. هنا كتكون عندنا هاد الجهه اللي خادمين عليها، وهنا كنخدمو بغرزه ديال الراندا، يعني هاد الجهه الاخرى كنفينيوها بغرزه ديال الراندا باش كيمكن لينا منين نكونو نركبو في المرمى نلقاو فين نشدو. انا غادي ناخد خيط طويل يكون طويل باش ندير به الهدوب كاملين. انا خديت خيط واحد درت به هاد الهدوب كاملين، ويعني غندوز للجهه الاخرى. شنو كندير؟ كنجي لهنا لشي بلاصه هنا في الوسط، ماشي بالضبط شي بلاصه محدده، كنحاول نجيب هكا الخيط باش مي حيت انا دايره على واحد هذا الخيط شويه غليظ، ماشي خيط على جوج، هذا الخيط صحيح شويه غليظ على الخيط الاخر اللي كنت كنخدم به. كنجي لهنا كندير عقده ديال الراندا غرزه، ها هي باش كنشد الخدمه ديالي. نجي ثاني ندير غرزه اخرى باش كنثبت بها الخيط بحال هكا بحال هكا باش ما يتحلش ليا نهائيا. دابا شنو غادي ندير؟ غنجي نخرج هنا هادي، صبروا مع هذا الخيط الطويل هكا. نعاود نخرج هنا، كنبدا دائما من على برا بحال هكا. نجي ندير انا درت 6 صفرين، 6 شيبيين اولا واحد لون قريب للتيركواز، 6 صفرين 5 6 ندير 6 في اللون التالي وغادي ندير 6 في الغوز. كنستعملو كاع دوك الالوان اللي استعملنا في الخدمه، الغوز نتبعها الصف الزرق. وغادي ندير 3 في الخضر، ثلاثة في الأحمر، ثلاثة في الكحل اللي غدا نجمع بيهم. ندير ثلاثة في الكحل هاهما. من بعد كنجي ناخد ندير هاد الثوب البيض هنا لتحت باش يبان ليكم. كنجي ناخد هاد الخيوط اللي العقيق اللي ركبنا كيف ما كتشوفوا، كنخلي هاد ثلاثه اللي في الكحل ما كنقربش ليهم، وكنبدا نضرب غير في الاحمر. كنعاود نرجع في الخط في العقيق بالاحمر بحال هكا،
نرجع مع هاد العقيقات كلهم. هكا كنرجع معاها، كنجي نشد هاد العقيقات اللي في الكحل ثلاثة، شد منهم كنجر، كيتبعني الخيط كله هما، ما كنزيرش بزاف باش تبقى لي واقف، خصها تبقى لي طايحة. ها هي شنو كندير من بعد؟ كنعاود نرجع هنا في هاد العقيقة هادي الشيبية اللي منها فين خرجنا باش درنا الخيط، كنرجعو نمشيو لها الثانيه اللي حداها باش نهبطو الاخرى. نجيو لها الثانيه ها هي، دور عليها بحال هكا، وغنعاود نجي نخرج في هاد اللي تحت اللي تحت منها. ها هي نعاود نرجع ليها، هي هادي هاد اللي حدا هنا، وندير نفس الشيء، ودائما كنخلي هذا مرخي، ندير ستة صفرين ها هما موراها، ستة صرقين شيبيين هكا، ستة غوز ستة غوز موراها ستة زرقين ثلاثة في الخضر ثلاثة في الأحمر ثلاثة في الكحل. هاد هنا لتحت ممكن ديروا الموزون ولا ديروا شي حجيرة. شنو كندير؟ هاما ستة 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 ثلاثة ثلاثة ثلاثة، نعاود كنجي لهنا كناخذ هاد الكحلين هادو ونخليهم ما كنقربش ليهم، ندخل هنا في الاحمر نرجعو فين كاملين، كنرجع هنا في هذه اللي خرجنا فيها هاد العقيقة هذه. ها هي نحاول معاها باش ما يجيكمش دائما الخيط مدوبل، حاولوا في الخدمة ديالها في الفي منين تبداو الفي يكون الخيط طويل باش ما تعاودوش ترجعوا فيها، باش منين تبغوا تخدموا الهدب ما يكونش العقيقة عامرة وتهرس ليكم، يعني باش تفادوا داك المشكل. انا ضربت في هذه اللي دخلت من اللي هبطت وضربت في الكحله، وغنرجع نضرب هنايا باش نرجع هنايا لتحت باش ندير الهدبه الاخرى. هذه هي الطريقه ديال الهدب اللي كندير. نزيد معكم غير هذه ان شاء الله، ندير معكم الطريقه ديال تركاب الكمام، كنت ديجا دايرها قديمه، نعاود نديرها معكم من جديد.
دائما ديروا الهدب وهي في المرمى باش تجيكم سهله. نوريكم حتى الطريقه كيفاش كان فيني انايا، كان فيني الفتحه ديال العنق. ها هما العدد اللي عندي كله، كنخلي الكحلين. ها هما كنجي لهنا، كنرجع في هذا الشيء كامل. هناك نجي نشد هاد الكحله، نجرب باش ما يبقاش مرخي بزاف وما نكرزوش بزاف. لاحظتوا نكبر لكم الصوره باش تبان صوره اوضح. كنضرب في هاد الكحله، في هذه اللي حداها، ها هما بجوج، هذه اللي هبطت منها الهدبه وهذيك اللي حداها، باش نقدر نهبط الاخرى، باش نقدر نهبط هنايا لهذه وندير هدبه من جديد. انا نكملها ورجع معكم. انا غدا نكمل يعني بحكم ضيق الوقت، وغدا من بعد غندير معكم فيديو اللي غيكون قصير بزاف، الطريقه ديال الفينيسيون هنا كتذكير، لاني ديجا دايراها وكاينين فيديوهات يعني قدام. بلا ما ترجعوا للور، انا غدا ندير معكم الطريقه ديال الفينيسيون ديالها، لا من هنايا ولا الطريقه ديال الفي، حتى هي مازال غنفينيها. يعني ابار هاد الحبيك اللي مدوزه في الجناب ديال الفي وهاد الهدب هادو، مازال غندير معكم الطريقه كيفاش كنجمعها. حتى الا بغيتوا الطريقه ديال التركيب خليوها لي في التعليق، وما تنساوش بالنسبه للناس لاول مره كيشوفوا القناه ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركه القناه مع الاهل والاصدقاء، والا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللي جيم وبالتعليق ديالكم المحفزه ليا وباش تستمر القناه وباش تكبر. وهذا فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم وشكرا على المتابعه.